خلي المايك وين؟ خلي المايك هني. من يومين شاركت في بطولة الاير بريس والحمد لله جبت المركز الثاني، واليوم بخبرك الرسبي اللي استخدمته في البطولة. اول شيء خلني اجهز، خلني اعيشك جو البطولة. اوكي، على اساس ان جو البطولة هاي احدى القهاوي اللي يبون اياها في البطولة. شيء خل اجهز الست. هذا الاير بريس اللي استخدمته، استخدمت جرايندر تايمور كوب، شيء بعد وايد مهم اللي هو هذا يسمونه الاستيرر. حلو، تحتاج ميزان بعد صح؟ وفي ميزان هني، اي في ميزان هني. الحين انا بجهز كل شيء، بخلي كل شيء صوبي. زين، خليني اقول لك من اهم قوانين البطوله. اول شيء لازم ما تستخدم اكثر عن 18 جرام قهوه. اثنين، لازم تقدم قهوة أقل شيء 150 ملي للحكام. ثلاثة، عندك بس 5 دقائق تخلص فيه البروسس كامل. 5 دقائق وقت ما في يعني أي غلط، لازم يكون بسرعة كل شيء بسرعة. حلو، الكتل بيكون فاضي، فالخمس دقائق هي منها أنك تعبي ماء في الكتل. يلا عشان أعيشكم جو البطولة وياي، أنا بحط تايمر ونفس الوقت بشرح شو ياس أسوي. 3 2 1 go. طبعا أول شيء سويته هو اني وزنت الماي، حطيت 350 ملي. حلو، مش بالضبط يعني قرابة 350 ملي. ليش؟ لان انت ما تبي الكتل يطول وهو يالس يحرر الماي. بعدين وزنت القهوة، طبعا الرسبي مالي مو 18 جرام، انا حطيت 15 جرام. 15 جرام قهوة، زين. حطيت 15 جرام قهوة، حطيت القهوة. طحنة القهوة أنعم من الفي 60 بشوي، ما أعرف إذا يبين ولا، بس هاي طحنة القهوة جي أنعم من الفي 60 بشوي. طبعا باقي 3 دقائق الكتل هني ما أخذ راحته لما يحر. المهم انا بضيف اول شيء كم 15 جرام قهوة. حلو، والله الكتل ما اخذ راحته وايد يعني. يلا عمي، درجة حرارة الماء اللي بستخدمها 85. اوكي، اصفر الميزان، بحط 150 ملي مرة واحدة. اوكي، 150 ملي. حلو، بخلي القهوة 30 ثانية. بعد 30 ثانية بجلس أحرك لمدة 30 ثانية. اوكي، طبعا التحريكة بتكون مش
الأورانية بتكون بس هالطريقة شيء دام و اوكي شكل خفيف بسيط طبعا انزل لين تحت واطلع لين فوق لمدة 30 ثانية بعدين توقف خلي القهوة بعد 30 ثانية طبعا الفلتر اغسله بشكل خفيف الحين كملنا بعد دقيقة 30 ثانية حط الكوب بهالطريقة اجلبه اضغط بهالشكل على راحتك يعني لا تضغط بسرعة زين كم باقي من الوقت لين ما تسمع صوت التس وقف بس هالطريقة خلي البي 60 على صوب طبعا خلص الوقت نقول ان هذا الكوب اللي لازم اعطيه حق الحكام زين فبتحط القهوة الحين استخلصت 125 ملي فبضيف 25 ملي ماي حلو حركه بشكل خفيف زين وقدمه خلاص هم يصبون القهوه ويجربونها يلا خلوني انا اجرب القهوه وياكم طبعا هالوصفة اللي جابت لي المركز الثاني ولله الحمد جرب الوصفة انت في البيت عطني رايك اتمنى ان الوصفة فادتك ولو بشوي جرب انت الوصفة وبالعافية الوصفة يا اخي